المجاعة التي يعاني منها مئات الآلاف في إقليم تيغراي الإثيوبي الغارق في الحرب بدأت تمتد إلى أنحاء أخرى وفق ما أعلنته الأمم المتحدة. المنظمة الدولية توقعت أيضا أن يزداد الوضع سوءا خلال الأشهر المقبلة، وليس في تيغراي فقط ولكن في عفر وأمهرة أيضا، مؤكدة أن هناك أكثر من 350 ألف شخص يعانون الآن من المجاعة في تيغراي. ومسؤولي المنظمات الإنسانية بدأوا بالتبليغ عن وفيات ناجمة عن الجوع، وتوقعت الأمم المتحدة أن يسقط أكثر من 2 مليون شخص آخرين في أقاليم أخرى في براثن الجوع. السفير الإثيوبي بدوره رفض بحث موضوع تيغراي في مجلس الأمن مؤكدا أنها شأن داخلي، مضيفا أن بلاده سمحت بالدخول إلى تيغراي دون قيود لإدخال المساعدات، ومشددا على أن تقييم المجاعة لم يتم بطريقة شفافة وشاملة. كما أكد السفير الإثيوبي أن بلاده تتوقع أن تغادر القوات الإريترية إقليم تيغراي قريبا، بعدما اتهم مسؤول أممي جنود إريتريا بتجويع سكان الإقليم واغتصاب النساء والفتيات والتنكيل بهن كسلاح في الحرب. واندلع القتال في إقليم تيغراي في نوفمبر بعدما اتهمت الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية لسرقة أسلحة وتقديمها لميليشيات مناهضة للحكومة.